يسعدني أن أرحب في الاستوديو بالزميلة براء صليبي مديرة راديو الآن أف أم، ستحدثنا عن تفاصيل هذه المسابقة، تفاصيل أكثر. أهلا بك براء. أهلاً مسابقة بك، ويعني بصراحة جميلة، تعطي فرصة للشباب الطموح للمشاركة أيضا والراغبين بالالتحاق بالمجال. حدثينا أكثر عن الفكرة، عن المسابقة، عن كيف مرت المراحل قبل أن نتحدث عن نور الدين غزال الفائز. فكرة كانت تمت خلال تقريبا شهر ونصف بطرحي الفكرة على راديو الآن لمن لا يسعهم الوصول ربما إلى بوابات القنوات الإعلامية، إذاعات أو تلفزيونات، ربما يكون هناك سيفيات كثيرة لكن لا تصل للمسؤولين، فأردنا أن نكون هذه البوابة من خلال السوشيال ميديا. يعني هناك أيضا شهود كثر على هذا الموضوع وهم المتابعين لصفحاتنا ومنصاتنا الإعلامية في راديو الآن، فيسبوك، تويتر وغيرها. والحقيقة فاجأنا التقدم، مستوى المتقدمين وحتى كمية الأسماء التي يعني عدد الأسماء الذين قدموا من مختلف الوطن العربي، مختلف الدول العربية بكثافة عالية. كانت الفكرة أن يكون لهؤلاء الأشخاص الذين لم يتسنى لهم فعلا الوصول إلى راديو، لكن أيضا فاجأنا الكثير ممن تقدموا بأنهم مذيعين أصلا بقنواتهم، لكن ربما القنوات المحلية، دائما مذيع القناة المحلية يطمح بأن يكون في قناة عربية أكثر شمولية ونعم تنتشر بشكل أوسع، وهذا ما حققناه حقيقة في هذه المسابقة. يعني تم استخدام ربما قوة مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الشباب ودعم طموحه الراغب بالالتحاق بالمجال الإعلامي وإعطائه فرصة لكي يكون من ضمن الزملاء. الفائز هو نور الدين غزال. نعم، نور الدين غزال من الأردن. من الأردن. كيف تم ذلك؟ كيف تم التصفيات؟ مرت المسابقة بعدة مراحل. في البداية تم طرح المسابقة بشكل عام لكل من ينطق باللغة العربية ويرغب بأن يعمل في هذا الحقل الإعلامي في الراديو من كل مكان حول العالم، ليس فقط الوطن العربي، وتقدم الكثر كما ذكرنا. خضعوا الفيديوهات الجيدة التي وصلتنا أو حتى التسجيلات الصوتية بحكم أننا راديو التي وصلت تم اختيارها وإذاعتها على صفحاتنا، وفتحنا فرصة للمتابعين لأن يشاركونا في التصويت على من هو المذيع الأفضل برأيهم من وجهة نظرهم، بالإضافة إلى لجنة إدارة الآن. أيضا هناك كان فريق من العاملين في الحقل الإعلامي شاركوا في وضع علامات أو تقييم ربما دعينا نقول لهؤلاء المشاركين. تقلنا من مرحلة 30 مادة مسجلة ل30 متسابق إلى 10، ثم طلبنا من 10 أن يقدموا لنا مادة جديدة، اخترنا نحن لهم بعض المواد، اختاروا منها وقدموا. من 10 انتقلنا إلى 5 الأفضل، والخمسة كل واحد طرح الفكرة التي يرى نفسه بها مذيعا في راديو الآن. وفي النهاية ماذا كانت فكرة نور الدين؟ نور الدين الحقيقة يعني كان يشبه توجه راديو الآن كثيرا، هو وكثر الحقيقة حققوا هذه النقطة المهمة للغاية. نور الدين تحدث عن الإنسان، عن الشباب، وهذا ما يعنينا بالدرجة الأولى اليوم. يعني كيف يمكن أن نحفز الشباب العربي إلى الأمام؟ يعني تحدث نور الدين عن أن لا تنزوي، لا تكتئب، لا تعود إلى الخطوط الخلفية، ربما لا أن أترجمها بلغتي لكن لا أذكر ما نعم. قاله نور بالضبط، ركز على الأمل، نعم، على المستقبل. نعم، فيما يخص بالضبط الشباب. تعرفين اليوم نحن أيضا هاشتاك عيش الآن، يعني نحن نهتم كثيرا بأن نبث الحياة لدى الأكثر، لدى العرب بشكل عام، خصوصا فئة الشباب. وأيضا شارك معه، يعني كان هناك ضيف مختص تحدث من وجهة نظر اختصاصية عن هذا الموضوع. هذا ما نطمح له دائما في برامجنا خديجة كما تعلمين، يعني طيب. هو كان فوز. صحيح. براء، كيف سيتم التعاون الآن مع نور، أو ما الجائزة التي حصل عليها بهذا الفوز؟ الحقيقة هي الجائزة هي أن يكون الفائز فرد جديد في عائلة الآن إف إم، مذيع جديد نرحب به طبعا. نعم، بكل تأكيد. وكان الشرط الأساسي لتواجد أي شخص معنا هو أن يكون في أي مكان في العالم، لن نضطر كوننا راديو بالدرجة الأولى يعني وسيلة مسموعة، نحتاج إلى صوت هذا الشخص الذي ينتقل عبر الأثير من دولة إلى دولة. سيبقى نور في مكانه في بلده الأردن، وسنتعاون معه ويقدم لنا برنامج ندعمه عبر منصاتنا أيضا وعبر راديو الآن. ربما يكون برنامج أسبوعي. نتفق الآن مع نور حول ما هي ماهية هذا البرنامج الذي سيقوم معنا فيه. نور الدين الآن عبر الهاتف سنتوجه له. نور الدين غزال المتسابق الذي حصل على لقب مذيع راديو الآن، نبارك لك ونرحب بك. هذا نرحب بك بما أنك أصبحت واحد من الزملاء ومن فريق راديو أخبار الآن. نور، أولا ماذا يمثل لك ذلك؟ أهلا بك خديجة، أسعد الله مساءك ومساء براء وجميع السادة المشاهدين.
أشكركم على هذه الفرصة التي أتحتموها لي للمشاركة عبر قناة الآن لنتحدث عن هذا، عن هذه المسابقة والفوز فيها. يعني حقيقة تشكل لي شيئا كبيرا، ربما هي مثل ما تفضلت الأستاذة براء، هي تتيح الفرصة للوصول إلى بوابات ربما يصعب علينا في القنوات المحلية والمؤسسات الداخلية في دولنا الوصول إليها، وهذا بطبيعة الحال بسبب ربما إذا جاز التعبير المطلق عليه ضيق ذات اليد المتعلقة بكيفية الوصول إلى هذه المؤسسات، وأيضا العدد الكبير من الخريجين والهواة الذين يريدون الالتحاق في المؤسسات الإعلامية، فبالتالي هذا ربما يشكل صعوبة كبيرة على غالبية الأشخاص الذين يعملون في المجال الإعلامي. صحيح، لكن نعلم بأن الوقت الحالي أصبح وقت ربما مواقع التواصل الاجتماعي أو أصبح هذه الخطوة تقرب المسافات أكثر، تم استغلال ذلك طبعا وتم الوصول إلى عدد كبير من المتسابقين إلى أن حصلت ربما على هذا اللقب. نور الدين، تحدثني أكثر عن فكرتك، لماذا اخترت هذه الفكرة؟ نعلم بأن الفكرة كما قالت زميلة براء قبل قليل وتناولك لهذا الموضوع كان من ضمن ربما الأشياء التي جعلت من تقييم عملك في المراكز الأولى حتى استطعت الحصول على هذا اللقب، تفضل. نعم، يعني في الحقيقة يعني وبالمجمل في الوقت الذي أصبحت فيه المآسي والحروب للأسف يعني والمشاكل بين جيل الشباب خاصة طاغية على المشهد، يعني أردت أن أقدم شيء بقالب إيجابي تحفيزي يعني يبعث على حب الحياة، حب الناس، ونستطيع من خلاله يعني نحن أنفسنا قبل أي أحد نفهم كوننا بشرا، نفهم ما هي الحياة بالحقيقة، يعني كيف نستطيع تجاوز المشكلات، يعني هل الإيجابية هي الحل؟ بكل تأكيد الإيجابية هي الحل. كانت الفكرة هي تسليط الضوء على القيم، على السلوك الذاتي لكل شخص منا نحن الشباب، يعني هي محاولة أيضا لقراءة واقع الشباب من حيث المشاكل الاجتماعية، المشاكل النفسية، طبعا بالإطار الثالث المفهوم والمحبب الذي يستطيع غالبية شباب الوطن العربي أن يفهموه. طبعا تكلمت أو تواصلت مع زميلة براء، هي مديرتك المستقبلية إن صح التعبير، لكن ربما لديها كلمة لك الآن نور الدين، تفضلي براء. يعني تحدثت مع نور عبر الهاتف وكنا دائما نتواصل مع كل المتسابقين وتحديدا الخمسة الذين وصلوا معنا إلى المرحلة النهائية، نشعر تجاههم اليوم بشعور قريب جدا وكأننا يعني بقرب جغرافي أيضا، يعني قرب روحي وجغرافي، نشعر كأننا في نفس الفضاء. نشكرهم لاستمرارهم. نور الحقيقة أيضا يعني عند اتصالي به هاتفيا بعد أن فاز باللقب يعني فألني كثيرا بأن هناك فعلا شباب عربي رغم كل خديجة الظروف التي نمر بها ونستمع كل يوم إلى الأخبار يعني المأساوية، لكن هناك أيضا نبض حي، هناك روح دفاقة، هناك أشخاص يريدون فعلا أن يوصلوا الآخرين إلى بر ربما يعني شعاع الأمل لا يزال موجود. نعم نعم بكل تأكيد. يعني أيضا أريد من خلال يعني اليوم أن أهنئ لنور عبر التلفزيون ومعنا، ويعني نحلم بأن يكون برنامج فعلا نحن استفدنا من نور ومن خبرته، وأيضا ربما يكون هناك استثمار إيجابي بيننا وبين نور من خلال برنامج. شكرا يا نور. نبارك له طبعا ونشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا نور الدين غزال المتسابق الذي حصل على لقب مذيع راديو الآن. براء، قبل أن نختم معك، هل من خطوات أيضا في ربما متسابقات أخرى، بما أنه هالمسابقة بعض الأشخاص لم يستطيعوا ربما التنافس أو الالتحاق بها؟ خديجة، فاجأنا الحقيقة، يعني بريد الآن اليوم يعج بالكثير من الرسائل تطلب المشاركة، لكن أنت تعرفي دائما مسابقات يعني هناك شروط. صحيح. وصلت بعد انتهاء شرط أو فترة السماح للاستلام هذه الرسائل، هذا ما يفتح لنا أبواب جديدة ويدعنا نفكر ماذا يمكن أن نقدم في الفترات المقبلة. يعني أيضا من خلال تلفزيون الآن أود أن أقول بأن راديو الآن سيعتمد أو سيتبنى هذه الفكرة ويكون منبراً لكل الشباب العربي إن شاء الله، وفرصة لكل من لم تتح له فرصة ربما في التقدم عبر منصات إعلامية. طبعاً وسنعلن ذلك عبر شاشة تلفزيون الآن. أيضاً نشكرك جزيلاً زميلة براء صليبي مديرة راديو الآن FM، شكراً لك. شكراً لك.